ليلة سودة. يا بنت المجنونة، عايزة تخلفي ازاي يا بنتي واحنا في الوضع ده؟ طب اعمليها بس كده وانا ادفنك هنا في قلب الشقة. خلاص يا راجل يا شملول، اتجوزني. الله، امال احنا متنايلين بنعمل ايه؟ ما نعمل لك ايه يا زيزو، حموت واخلف قبل ما اقطع برضو. خلاص روح اتقدملي. اعمل فيك ايه بقى؟ اخلوقك كمان؟ اخلوقك عشان اخلص منك؟ الغيرة قاتلة. موتي موتي عشان اخلص من زنك. هقول لك حاجة، بذمتك ودينك لو رحت اتجوزت واحدة هتلاقي احلى مني؟ هلاقي ايه؟ طب ابعد عليا، هتلاقي واحدة تنغنشك وتغلس عليك زيي؟ لا. هتلاقي واحدة تطلع تدلعك وتعلي مزاجك زيي؟ في دي بقى انت عاملة الصحة وزيادة. فتصل. انا قايم. ايه ده، تعالى رايح فين؟ عندي حاجات كتير عايز اعملها. لا استنى، عايزك في موضوع مهم. عايزه ايه يا ستي؟ خد عد الحاجات دي لغايه لما اروح كوبايتين عصير واجي. البنت المجنونة ايه ده؟ الفلوس دي مسروقه ولا ايه؟ يا بنت داخل انت بقى عليا بالارشينات فاكراني هتخض، ولا ياكش تكوني فاكره فلوسك دي فلوس يا بت ولا انا محتاجهم؟ ماشي يا اخويا، ماشي يا عم المستغني. طب ورحمه امي ما هم راجعين. يا بت انا اصلا شاكك في الفلوس دي، وانت بصراحه ربنا مش عارفه تفهميني الفلوس دي مسروقه من ابوكي ولا جايباها منين بالظبط. هقول لك يا زيزو عشان اخلص منك، الفلوس دي اللي سابها لي بهلول قبل ما اخش السجن. قولي كده، الفلوس اللي سرقهم بهلول ودخل بيهم السجن؟ ماشي. اللي ماشي، ما بتشتغلش في فلوس مسروقه يعني؟ حد الله، لو النبي ليك بس في الحب الحرام. دي حاجه ودي حاجه، ولا عايزه حياتي تبقى كلها شمال؟ طب هقول لك على حاجه، خدهم مني قرض وسددوا على مدى الحياه. يا زيزو نفسي يكون ليا حته قد كده جواك. يا بت ده انت الحته كلها، لو النبي صحيح او ربنا. يا نهار اسود، ده انت الحب والموب والاسد والدب. ايوه كده، دول معايا بقى. وسيبني يا زيزو الدحلب كده لغايه لما عسكر جواك، غيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معقر ومعصلك معايا. مين ده اللي يعقر ويعصلك؟ لا انا في الحاجات دي بقى مطيع طاعه عمياء. يا ابن الكلب. يا نهار اسود، ابويا والنبي لا، ارمي المسدس، ما توطيش نفسك في ده، ده جوزي. انتوا بتضحكوا عليا ولا بتعملوا ايه؟ قالت لك جوزها يا معلم. جوزها ازاي وهي متجوزه يا ابن المجنونه؟ ما تجيب الورقه يا بنت. ورقه ايه اللي هتجيبها؟ انتوا هتجننوني. اتطلقت يابا، والله العظيم اتطلقت، رفعت عليه قضيه واتطلقت للضرر وطلعني من السجن. اخرسي خالص. اسمع بقى يا معلم، ما تفتكرش ان انا خايف من الطبنجه اللي في ايديك. انت مراتي، انا ما عملتش حاجه غلط، لو خلصت علينا مش هستفيد حاجه، لو تحتك هتبقى بجلاجل. فرقتين دول اصل، وعندي منهم صور كتير قوي ممكن يغرقوا شارع عبد العزيز كله. وبعدين يعني اقولك لو واحده من دول راحت لابنك الباشا ظابط هيتجوزني شرعي. يابا والله العظيم هيتجوزني شرعي. انت خاصي خاصي، عرفت توطي راسي قدام الكلب ده؟ عرفت تلتقي من البيت؟ بره، اطلع بره. سامحني يا بطش. قولي لامك لو طالب. مالك يابا؟ طالب بالتلاتة. أبوك